معاكم دكتورة رانيا السيد عبد الرحيم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن التهاب المفاصل والأوتار وطريقة علاجها. التهاب المفاصل والأوتار، عندنا مفاصل من أول مفصل الكتف، الكوع، الريست، القدم، الركبة، التهاب أي مفصل أو التهاب الأوتار، وأشهرها بتبقى التهاب أوتار الإيد اللي هو من اشهرهم التنس البو، اللي هي الحاله اللي هنشتغل عليها النهارده. عندنا طريقه علاج حلوه جدا وسريعه جدا وبتجيب نتيجه فعاله. علاج التهاب المفاصل والاوتار بالتأيل مع حاجه اسمها السناكيت، يعني برضو دي حاجه مضاده للالم، والنتيجه بتاعتهم ما شاء الله عاليه جدا، وبتبقى في 3 جلسات في الحالات الحاده اللي لسه بادئ معاهم القصه، وبتبقى في الحالات المزمنه او السب اكيوت اللي هم عدى اكتر من 6 شهور لسنه، بيبقى العلاج بتاعهم حوالي 6 جلسات. وفي الحالات اللي هي زي الخشونه المزمنه والحالات الصعبه بتجيب نتيجه فعاله جدا، لان بنحقن مش بس كده، بنحقن مواد بتزود الليونه كمان بتاعه المفصل مع المواد المضاده للالتهاب، بيجيب نتيجه عاليه جدا حتى مع حالات الخشونه بتاعه الركب المزمنه. هنستخدم اول حاجه التهاب المفاصل والاوتار بالتأيل، زي ما احنا قلنا ده جهاز امريكي، الفكرة بتاعته ان احنا بنحقن دواء مضاد للالتهاب، وبنحقن حاجة اسمها ستيم سيلز. الستيم سيلز دي بتبقى خلايا غذائية، دي بتزود النشاط الخلايا جوه المفصل، وبنحطه على مكان الوتر الملتهب. برضو لو عندنا التهاب زلالي من الحاجات في اي مكان، التهاب الزلالي برضو العلاج بتاع التعين والسناكي، ده التعين ده جهاز امريكي والسناكي جهاز الماني، من الحاجات اللي العلاج بتاعهم مع جلسة العلاج الطبيعي. لازم نشتغل جلسة كاملة، احنا بنتكلم على الحاجات المميزة او اللي مش موجودة غير بره مصر يعني، لكن احنا دلوقتي، لكن طبعا الجلسة لازم تكون كاملة. بنبدأ نشغل وبنبدأ نشغل الجلسة، وبندخل الدواء، الدواء بيدخل عن طريق الايه، موجات التعيون دي. والجزء التاني من الجلسة بيبقى السانكي، ده جهاز بيعمل حاجة اسمها بيحاكي نفس تيار التيار اللي بيوصل إشارة الألم في الجسم. ده جهاز ألماني اخترعه علي الروسي، بيجيب نتائج فعالة جدا في القضاء على مشاكل الألم المصاحبة للالتهابات، النتائج بتاعته عالية جدا. في برنامج البيزك ده بيزود الدورة الدموية وبيحسن الكفاءة بتاعة الأوردة والشرايين في المكان. وفي برنامج بيبقى خاص بالسديشن لتسكين الألم. احنا طبعا بننقل في كل جلسة على حسب احتياج المريض من حاجة لحاجة. وفي اكتيفيشن، ان هو بيأكتيفيت الدورة الدموية وبيأكتيفيت مصل معينة وينام اكتيفيت المصل التانية، عن طريق ان هو بيحاكي تيار الألم في الجسم، فبيعرف يعمل يتعرف على التيارات دي كلها. في برنامج حلو جدا اسمه هارمونايزيشن، بيقوم بتنظيم العمل بين الخلايا. وفي برنامج الريلاكسيشن اللي هو بيريلاكس الماسلز، العضلات اللي فيها انقباضات او تقلصات. بنشتغل بالطريقه دي، بنبدا نزود الانتنستي على حسب عمر كل حاله والاحساس بتاعها، وبنبدا الجلسه. حد الاقصى بيبقى 3 دقائق على كل منطقه، وبنمشي على الأماكن طبعا اللي فيها الألم لحد ما بنخلص ايه الجلسة. الميزة بقى انه الجهاز ده مش بس بيعالج، لا هو بيعمل تقييم انه المكان اللي هو بيبقى فيه ألم هنلاقي الجهاز استقد فيه، مش راضي يتحرك، لازق فيه. وأول ما الألم بيروح، وده بيبقى في الجلسة نفسها، الجهاز بتلاقيه يتحرك بسهولة. دي من العلاجات الفعالة اللي بتجيب نتيجة في وقت قليل جدا جدا. نتمنى نكون في ذلك النهارده.